بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. التقى المسلمان بسيفيهما، أي أنه والحال أن كل واحد منهما يقصد قتل صاحبه، فكل منهما في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر في الحقيقة يثير التساؤل، لأن الأمر واضح في جانب القاتل في أن جزاؤه النار، لأنه باشر وقتل بالفعل وأزهق روحا، لكن المقتول ما ذنبه وهو لم يقتل شيئا ولم يباشر قتلا لأحد، لم يقتل صاحبه؟ الواقع أن هذا التساؤل قاله أبو بكر رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل، أي أن جزاء القاتل النار، هو في وضوح وهو ظاهر، لكن فما بال المقتول؟ لماذا يكون المقتول في النار وهو لم يفعل مثل ما فعل القاتل، لم يزق روحا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي إن الحرص منه في أثناء المقاتلة هو الذي أوداه إلى ذلك، ولو أنه قدر أن يقتل صاحبه لقتله، فالعجز منه هو الذي منعه من القتل، لكن لو قدر أن يقتل لقتل. القاتل كل منهما إذن كان في البداية كان حريصا على قتل صاحبه، القاتل كان حريصا على قتل المقتول، والمقتول أيضا كان حريصا على قتل القاتل، لكن عند نشوب النزاع بينهما وعند التعارك بينهما، في الحقيقة الذي قدر هو الذي نفذ الحرص والعزم الذي كان عنده، أما الآخر فعجز، وعجزه ليس في الحقيقة منجيا له من النار. قد يكون في الأمر عدم مساواة في الجزاء، يحتمل اللفظ يحتمل ذلك، لم يأتي في اللفظ ما يدل على تساوي الجزاء، بل كل منهما في النار والنار دركات، لكن هل هما بمنزلة واحدة؟ لم يأتي في النص ما يشير إلى ذلك، وليس في النص ما يدل على لزوم المجازاة، بل هذا متروك لعفو الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهما وإن شاء عذبهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله على كل شيء قدير ورحمته وسعت كل شيء. لكن الحديث بلفظه يقول إنهما في النار، إلا أن يأتي عفو من الله سبحانه وتعالى، فليس هناك حتم للجزاء، ليس هناك لزوم لوقوع الجزاء في كل حال، بل يمكن أن يأتي عفو الله سبحانه وتعالى ويتدارك هؤلاء. الواقع أن في الحديث أيضا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ذكر السيف هنا إنما هو للتمثيل، وإنما كل شيء يقوم مقام السيف، فهذا مثال فقط، لكن إذا التقى المسلمان بأسلحتهما، كل منهما يحمل بندقية، كل منهما يحمل مسدسا، كل منهما يحمل سكينا، أو واحد يحمل عصا والآخر يحمل سكينا،
كل ما يمكن أن يكون أداة للقتل يقوم مقام السيف، بل كل وسيلة يمكن أن تؤدي إلى إزهاق الروح، وكان كل منهما حريصا على إزهاق روح صاحبه بهذه الأداة، فهو قائم مقام السيف. فالسيف هنا في الحقيقة ليس مقصودا بعينه، وإنما هو مثال يذكر. والواقع أيها الإخوة المشاهدون أن المسلم لا ينبغي له أن يلجأ إلى أذية المسلمين بأي صورة من الصور. الإيذاء المسلمين وإيذاء غير المسلمين، إيذاء أي إنسان هو مرفوض شرعا، يحرم على الإنسان أن يلحق الأذى بالآخرين، فما بالنا بالقتل. الأصل أن الإنسان في الحقيقة لا يستعمل لا سيف ولا غير سيف في مواجهة الآخرين، بل من أشار بحديدة إلى صاحبه فإن الملائكة تلعنه، من حمل علينا سلاحا فليس منا. كثير من المشكلات يمكن أن تعالج لا من خلال أسلحة ولا من خلال سيوف ولا من خلال تعارك، وإنما تنحل هذه المشكلات الدنيوية تنحل بالحوار، تنحل بالصلح، تنحل بالتوافق بين الناس. نحن في زمن يحتاج إلى هذا الفهم، يحتاج إلى ترسيخ قيمة الاعتزاز بالإنسانية، الاعتزاز بالإنسان كإنسان، فضلا عن أن يكون مسلما. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبح أن يفزع المسلم في ماله فضلا عن نفسه، لم يبح ذلك، لأن مجرد إفزاع الآخرين وإلحاق الفزع بهم هو ولو كان على سبيل المزاح فإن ذلك كله يرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة المشاهدون، نحن ما أحوج إلى أن نتخلق بهذه الأخلاق السامية، أخلاق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نلجأ في مشكلاتنا الأسرية، علينا أن نلجأ في مشكلاتنا الاجتماعية، علينا أن نلجأ في مشكلاتنا الإنسانية إلى الحوار، إلى التفاهم، إلى تدارك الإيذاء في كل حال. يجب علينا أن نبتعد عن كل ما يؤدي إلى ضرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في الحديث الكبير الذي هو في ألفاظ موجزة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر بأن تلحق الأذى بنفسك، ولا ضرار بأن تلحق الأذى بغيرك. هذا في الحقيقة ما نود أن نرتسم به في حياتنا، وأن نتخلق به في هذه الدنيا، كي نلقى الله سبحانه وتعالى على بصيرة يوم القيامة، وليس لأحد في عنقنا مظلمة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وأن يغفر لنا، وأن يسامحنا، وأن يرقق قلوب الآخرين علينا كي يتجاوزوا عما أسأنا إليهم فيه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.